في زيارة رسمية إلى المغرب، رئيس الحكومة المؤقتة يشدد على دفع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وحدات الحرس الوطني بالكاف تحجز 10 شاحنات محملة بكميات كبيرة من البنزين المهرب. أهالي معتمدية جلمة ينفذون وقفة احتجاجية ضد العنف والتخريب على خلفية الأحداث الأخيرة. أهلا بكم في النشرة المسائية الأولى. شرع رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، زيارة شدد خلالها الطرفان التونسي والمغربي على مزيد دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وبالإضافة إلى اللقاءات الرسمية، أدى مهدي جمعة زيارة إلى ضريح الملك الراحل محمد الخامس مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار. المملكة المغربية المحطة الرسمية الثانية لرئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة منذ توليه مقاليد الحكومة بعد الجزائر، زيارة تهدف إلى تمتين العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أثنى المهدي جمعة في تصريح إلى وسائل الإعلام المحلية على الروابط التي تجمع بين البلدين وعن الأمل في مزيد توطيدها. تثمين العلاقات اللي هي متواصلة واللي هي علاقات وطيدة وتاريخية مع الشقيقة المغرب، وتنمية هذه العلاقات في جميع المجالات إن شاء الله، الاقتصادية السياسية الاجتماعية، يعني في جميع المجالات. رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران الذي كان في استقبال جمعة في مطار محمد الخامس عبر عن استعداد بلاده لدعم تونس خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها. العلاقات بين المغرب وتونس علاقات معروفة، يعني علاقات قديمة وقوية وعلاقات أخوة وتعاون. المغرب متشبث ويؤمن بضرورة استقرار تونس ويعمل في اتجاه استقرار تونس وأمن تونس، لأن استقرار وأمن تونس هو كذلك استقرار وأمن ديال المنطقة. المغرب يتابع كذلك التطورات الإيجابية واللي توجها المصادقة على الدستور الجديد. بالطبع هذه فرصة كذلك للتأكيد من طرف المغرب استعداده لدعم تونس في هذه المرحلة الانتقالية. روح التوافق التي طبعت المسار السياسي في تونس خلال الفترة الماضية كان أساسا لبناء دعائم وطيدة بين تونس والدول المجاورة لها، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الحوار الوطني سيستأنف بعد 20 من هذا الشهر لاستكمال المحتوى الذي جاءت به خارطة الطريق، سواء كان ذلك في المسار الحكومي أو التأسيسي. وأضاف العباسي على هامش أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل أن ما يزال قيد النقاش هو القانون الانتخابي. القانون الانتخابي مش يبدأ يشتغل عليه المجلس الوطني، هو المعني بالأمر بدرجة أساسية، لأنه موكول لي هو معناه إصدار هذا القانون. إذا وفقوا معناها نحن نكون معناها فرحانين بالعمل نتاعهم، وإذا حصلت بعض الخلافات ترحل إلى الحوار الوطني مثل ما كنا نفعل سابقا لإيجاد حلول للخلافات التي قد تطرأ. إن لم تطرأ فمرحبا، وأن ترأت هناك خلافات ورحل إلى الحوار الوطني للبت فيها. ولذا سيستأنف الحوار الوطني بعد أن يبدأ الأعضاء المجلس التأسيسي للنظر في هذا المشروع تاع القانون الانتخابي. بالنسبة للمسار الحكومي، هناك استحقاقات في خارطة الطريق سنتابعها مع الحكومة الحالية. قرر البرلمان الأوروبي اليوم منح تونس قرضا متوسط المدى بشروط ميسرة قيمته 300 مليون أورو، وتم اتخاذ هذا القرار خلال جلسة مشتركة جمعت اليوم وفدا من المجلس الوطني التأسيسي الذي يزور بروكسل منذ يوم أمس ولجنة الشؤون المغاربية بالبرلمان الأوروبي. ويهدف هذا القرض إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي بتونس.
قررت دائرة الجنائية الاستئنافية بالمحكمة العسكرية بتونس تأجيل النظر في قضية شهداء الثورة وجرحاها بدقاش، والنظر في مطلب تقدم به محامي القائمين بالحق الشخصي القاضي بإجراء مكافحة بين الشاهد والمتهم في قضية الحال، جلسة أحضر خلالها المظنون فيه وهو ملازم أول بالحرس الوطني سابقا، وجهت له تهمة القتل العمد بإضمار ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد في قضية تتعلق بثلاثة شهداء وثلاثة جرحى. نظم أهالي معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد وقفة احتجاجية نددوا خلالها بالعنف وعمليات الحرق والتخريب التي طالت المنطقة، وطالبوا بتعزيزات أمنية. حاجتنا بالأمن والاستقرار في البلاد، فهمت ولا؟ حاجتنا بأمن محايد. الأمن والاستقرار أبرز المطالب التي نادى بها أهالي معتمدية جلمة اليوم في وقفة احتجاجية ضد العنف والتخريب. طلبوا تبلغوا صوتنا للسيد وزير الداخلية. نحن يا سيدي ضد العنف، كانوا من الأمن ولا من المواطن. المحتجون عبروا عن استيائهم من حرق مركز الأمن وقسم الاستعجال بالمستشفى المحلي بالجهة، وطالبوا بتعزيز الأمن والمحافظة على المؤسسات. أنا نطالب أولا بتعزيز الأمن، الأمن شوي في جلمة، نطلب تعزيز الأمن ثم الاستقرار. احنا نطالبوا الأمنيين بالعودة في أقرب وقت ممكن، لأنه في عودة الأمنيين تتقضى المصالح ونحافظوا على المؤسسات نتاعنا، لأنه إذا كان احنا ما نحافظوش عليهم مش الأمن كيجي غدوة 10 بوليسية مش يجيب لنا سبيطار ولا يجيب لنا ليسي. احنا راهو كي نحافظوا على المؤسسات نتاعنا هذية راهو ننقذوا بلادنا وننقذوا جلمة نتاعنا هذية. وقفة احتجاجية سجلت حضور مختلف الفئات العمرية، صوت واحد لا للعنف والتخريب. في عملية تهدف إلى التصدي لعمليات التهريب والإرهاب وتجارة الموازية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بالكاف من حجز 10 شاحنات خفيفة محملة بكميات كبيرة من البنزين المهرب من القطر الجزائري. رطل من 10 شاحنات خفيفة محملة بالمحروقات المهربة من القطر الجزائرية تمكنت وحدات الحرس الوطني بالكاف من حجزه في عملية تهدف إلى التصدي للتهريب والإرهاب والتجارة الموازية. تمكننا أمس من إحباط عملية تهريب معناها نتاع 10 سيارات منقلين لمادة البنزين، بالرغم أنهم ولاو ينتهجوا في طريقة التنقل في أرتال لإرهاب الدوريات نتاعنا. وللتمكن من التفصي معناها من إحباط العمليات هذه، تمكننا والحمد لله أمس معناها بتضافر مجهودات كافة الوحدات التابعة للإقليم من إحباط معناها جميع السيارات، هذا مع العلم أنه ما هربتش علينا حتى كهرباء. العملية أسفرت عن حجز كميات هامة من المحروقات التي تقارب قيمتها الأولية 300 ألف دينار، وكقيمة جملية للمحجوز يعني توصلنا لحكاية 268 ألف دينار معناها كامل المحجوز. من جهتها تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة الحرس الوطني بتجروين من حجز سيارة وشاحنة تحملان لوحات منجمية أجنبية كانت معدتان للتهريب إلى أحد البلدان المجاورة. عن المنطقة المجاورة اللي تابعة نفس أقليم منطقة تجروين، تمكنت معناها مؤخرا من إحباط عملية تهريب شاحنة نوع إيفيكو إلى القطر المجاور، معناها تمكنوا من القبض عليها الشاحنة ذي، كيف سيارة نوع مرسيدس كيف معناها تمكنوا من القبض عليها مؤخرا، كانوا مهربين للقطر المجاور. وحدات الحرس الوطني أكدت بالمناسبة عزمها التصدي إلى ظاهرتي التهريب والإرهاب باعتبارهما وجهان لعملة واحدة. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام الجيش الأمريكي بأشغال توسعة سرية بمستشفيات ذهيبة ورمادة والفوارة. فريق الأخبار تحول إلى مستشفى رمادة لاستجلاء الأمر. خبر تداولته وسائل أعلام وطنية ودولية وتنقلته مواقع إلكترونية عدة تحدثت عن إشراف الجيش الأمريكي في سرية تامة على إنجاز أشغال توسعة في المستشفيات المحلية بكل من رمادة وذهيبة والفوارة، خبر أثار الكثير من الجدل ونفته وزارة الصحة العمومية والجهات المشرفة على هذه الأشغال. أنتم اليوم جيتوا على غفلة بدون علم حتى إنسان وزرتوا ومقيتوا حتى شخص أجنبي موجود. الأمريكيين فقط مكلفين بالتمويل للمشروع في إطار هبة للدولة التونسية، في إطار التعاون والشراكة مع الجانب الأمريكي.
ونحب نذكر كونه الجانب الأمريكي مول 4 مشاريع مع وزارة الصحة، وقاعد يمول parallèlement في عديد المراكز. تفضلني أن الاجتماعات الرسمية كل تمت بوزارة الصحة، والاجتماعات اللي فيها المهندسين تمت كلها في المكتب دراسات متاعنا في تونس، وهذاك هو معنا حسب الإجراءات العادية اللي تم في أي مشروع دولة. وفي انتظار استكمال أشغال هذه التوسعة، صعوبات متواصلة يعاني منها مواطنو منطقتي ذهيبة ورمادة والإطار العامل بهذه المؤسسات الاستشفائية. فرحانين به المشروع هذا، وباش يقدم إضافة كبيرة معنا القطاع الصحة في الجهة، لكن تبقى ديما النقائص وديما الاضطرابات والمشاكل المواطنين ديما موجودة. علاش؟ خاطر فما نقص كبير في طب الاختصاص. أشغال توسعة هذه المؤسسات الصحية في ولاية تطاوين جزء من مشاريع أخرى مختلفة ممولة من جهات أمريكية وأوروبية وعربية انطلقت لما احتضنت ولايات الجنوب التونسي آلاف اللاجئين سنة 2011. قسم طبي جديد يدعم المستشفى الجهوي بقفصة، وهو قسم مكافحة الأورام، قسم من شأنه أن يقدم خدمات صحية إضافية ويجنب المواطن في الجهة عناء التنقل. قسم مكافحة الأورام الطبية بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة مولود طبي جديد انطلق نشاطه منذ 5 أشهر، إنجاز قيم خفض معاناة المصابين بمرض السرطان وادخر الجهد والمال. هذا قسم الأورام السرطانية أحدثناه منذ 5 شهور يخدم، هو قرض من البنك الأوروبي للتنمية، ترزت لنا ما يقارب 400,000 دينار، صرفنا منها 200,000 دينار باش حضرنا هالقسم هذا بالماتريال نتاعه الكل موجود. نحن هنا فرحانين برشا برشا في قفصة، لخاطر تحللنا يعني انجاز يتسمى يعني حاجه ما كناش نتوقعوها لهنا، لخاطر قفصة كانوا يمشوا لتونس لصفاقس السوسه، يتسمى جزء من قسم كامل اسمه المستشفى النهاري. بالنسبة للمستشفى النهاري نخدمه فيه يعني 4 انفرميير وعنا 2 ميدسان كارسينولوج. جناحان اثنان أولهما أنجز بنسبة مئوية كبيرة عنية بإعداد العلاج الكيميائي والمتابعة اليومية للمرضى، وثانيهما توفرت تجهيزاته في انتظار تركيبها نهائيا للبدء في العمل في أقرب الآجال. معناتها كبر بالقدا، فهمت لوبتال دي جور لنا نشوفوا أونتر entre 10-15 ملاد في الهوبيتال دي جور بخلاف لي ملاد لوسبيتاليزي. ربحنا برشا حوايج، ربحنا ترانسفور مثلا قريبه، مش كيما نمشي لسوسة ماشية ورجع ب50,000. هذا الصرح الطبي الجديد لم يخلو من بعض المعوقات تمحورت أساسا وكليا حول نقص الإطارات الشبه طبية. بالنسبة للمرضى اللي يجيوا يرقدوا ما زلنا نرقدوا فيهم في قسم الطب الباطني، طب العام متاع نساء ورجال، فهمت ما زال ما تحلش سيرفيس مالجرين والماتيريال بريسك كله موجود، معناتها الماتيريال كله حاضر، المشكلة في البيرسونيل ما زال ما عندناش الكادر معناتها ليزانفيرمي. مكسب طبي قيم بدأت ولاية قفصة في جني ثماره، قسم إقليمي سيشع على أكثر من منطقة، ورجاء أن يتطور إلى الأرقى من حيث التجهيزات والإطار الطبي والشبه طبي. هي عائلة من ولاية القصرين تتكون من أخ وأخت يتيمين، تتعمق معاناتهما بعد توقف جراية الأم السند الوحيد بعد وفاة والدهما منذ ما يزيد عن 10 سنوات. مطلبهما الوحيد إيجاد حل لضمان حياة كريمة. بخطى متفائلة تتوجه غفران فتاة 17 سنة إلى مؤسستها التربوية، مخلفة وراءها معاناة أسرة تلاشت بعد أن توفي والداها وبقيت وشقيقها محمد. توفى بابا عنده 12 سنة تقريبا، بقت معناها أمي تخدم علينا كل شيء. بعدك توفت الوالدة، معناها كنت تخدم هي مترسمة عندها 2 عامين التالي، أساس معناها هي عاملة لخويا توكيل وعاملة لي تنازل في الخدمة قبل ما توفى الله يرحمها. بقى يمشي يجي على وزارات في تونس على الخدمة وكل شيء، معناها باش يعطوه هنا محبوش يعطوه الخدمة، قالوا له المنح معناها نورمال ما مش شهرية متاعها، قالوا ما عندكمش فيها حق.
نحت المنحة ما عندناش فيها حق، منحة الدفن ما عندناش فيها حق. محاولات محمد للبحث عن مورد رزق باءت بالفشل رغم تردده على عدد من المسؤولين ومطالبته بحقه الشرعي في العيش الكريم. مشيت لهنا، جريت للسلطات المعنية، مشيت للوالي، مشيت للمعتمد الأول، مشيت للسيد المندوب الجهوي نتاع التعليم، ما لقيتش منهم حتى نتيجة. مشيت لوزارة التنمية، مشيت يجي ثلاثة مرات، نمشي ونجي نمشي ونجي، ما المطلب نتاعك هاو ما وصلش، هاو وصل، هاو عند الوزير التو يدرس فيها. الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية من جهتها وعدت بالعمل على مساعدة محمد وغفران وتناول ملفهما بجدية. باش يكون التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللي بوصف الأم كانت عن حظائر القارة وترسمت يعني منذ سنة 2011 باش نشوفوا شنو الحقوق نتاع الليتام هذوما المتخلدة بذمة الصندوق هذايا. محمد وغفران فقد أبويهما ولفظهما المجتمع، هي وضعية تنتظر لفتة كريمة من السلطات المعنية دون سواها. انتهاك منظومة الراحة البيولوجية بخليج جابس وما يشكله من تهديد للثروة السمكية موضوع ورشة عمل انتظمت بمدينة صفاقس بحضور ممثلين عن القطاع. انتهاك الراحة البيولوجية في السواحل التونسية قد يمثل تهديدا للثروة السمكية ولنشاط البحارة التونسيين، ثروة ترتبط أساسا بمنظومة الراحة البيولوجية من حيث مدى تطبيقها على أرض الواقع. التهديدات اللي نشوفوها في الراحة البيولوجية هي توافد المراكب الأجنبية على بلادنا على الحدود نتاعنا وتهزلنا ثرواتنا والصيد العشوائي. ما تنساش خليج جابس راهو محضنا سيتان بيبينار، يعني جميع أنواع الأسماك اللي هي أكثرها وجلها تبيض في آخر الربيع، في آخر الربيع وتبدا النمو نتاعها في فصل الصيف اللي تبدا هي صغيره الاحزان. احنا يعني بخبرتنا واخدينا حتى على جدودنا الشرفيه نطلعوها في اوسو يعني في الصيف. تقييم منظومة الراحة البيولوجية بخليج جابس فكرة مبنية على دراسة ترصد أهم الإخلالات والمكتسبات في فترة الراحة. بالنسبة للمشاريع النموذجية اللي دعا لها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول ترشيد استغلال الثروات السمكية هي من أهمها إقرار منظومة الراحة البيولوجية، لكن مع الراحة البيولوجية فما تركيز الحواجز الصناعية بخليج جابس وبالمناطق المستهدفة. والمشروع الثالث اللي هو إرساء منظومة متابعة ومراقبة المراكب بواسطة الأقمار الصناعية. احنا نطالب بتحوير بعض القوانين المنظمة للمنظومة، وأساسا هو أن نطالب بفصل في توزيع المنحة المجهز معناها صاحب المركب والبحارة معناها المتداخلين في العمل متاع الوحدة. والله النقطة اللي نراها الأهم أنا من ممكن كانت تكون هي محور الورشة هي التغطية الاجتماعية للبحار. خاطر البحار تكاد تكون منعدمة جملة واحدة، يعني كارير متاع 30 و 40 سنة كي تجي تشوف بعض ما ياخو الانتريد كي تلقى ياخو في 180 دينار أنت تعرف. ورشة العمل التي حضرها أهل القطاع خلص الساهرون عليها إلى توصيات تضمن ديمومة القطاع وضمان مردوديته. ولاية توزر واحدة من بين 6 ولايات في الجنوب التونسي تعمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على المساهمة في تحقيق التنمية بها بالتعاون مع ديوان تنمية الجنوب ووزارة التنمية والتعاون الدولي، وذلك من خلال إنجاز دراسة استراتيجية لهذه المدن والوقوف على إمكاناتها الاقتصادية والبحث في سبل إنجاز شراكات مع بعض أصحاب المشاريع. بمبادرة خاصة عمل نزار محمود على إنشاء هذا المجمع لتخزين الغلال والتمور حتى أصبح وحدة صناعية لتصدير التمور ومنفتحا على بعض الأسواق العالمية، وتشغل هذه الوحدة قرابة 100 عامل بصفة مسترسلة. مشروع انطلق في 2007 مبادرة فردية، كان مجمع في مرحلة أولى، 2009 أصبح مخزن، وفي 2012 دخلنا في عملية تصدير.
نأملوا باش تكون معناها علاقة طيبة في المستقبل وتثمر أسواق سواء في اليابان ولا غير اليابان. وفي هذا الإطار تعمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بإجراء دراسة استشرافية للوقوف على إمكانيات مختلف جهات الجنوب للبحث في سبل إنجاز شراكات مع بعض أصحاب المشاريع. نقوم بإعداد استراتيجية تنمية بمدن مدنين وقابس وتوزر وقبلي وقفصة وتطاوين، ونحن بصدد القيام بمجلس استشاري مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية. سيتم على إثرها تحديد القطاعات التي سيتم الاهتمام بها لتحقيق التنمية بهذه الجهات. ديت هذه من شهر نوفمبر إلى حد الآن يعني متواصلة في كل ولايات الجنوب، معناها الستة. الاستشارة اليوم في توزر هي حول خاصة إبراز الميزات التفاضلية للجهة، الميزات التفاضلية هذه للجهة باش يقع استغلالها، اقتراح المنظومات الاقتصادية الناجعة. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا الاتفاق على إعداد مخطط لتنمية جهوية بالاعتماد على استشارات عمومية انطلقت منذ سنة 2013 بزيارات ميدانية بمختلف ولايات الجنوب وفقا للمقاربة التشاركية، ربما قد تساهم في الحد من التفاوت الجهوي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لجهة الجنوب. رغم إقبال الفتيات المكثف على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية بقفصة وتمتعهن بمهارات عالية، تعيش أغلب الجمعيات الرياضية النسائية صعوبات متعددة. هكذا هي تمارين بملعب الجمودي بقفصة للجمعية النسائية لكرة القدم. في جزء من الملعب تتوزع اللاعبات في أصناف ثلاث، مشهد قد يلخص بعض الصعوبات التي تعيشها الرياضة النسائية بالجهات الداخلية، بالإضافة إلى الذائقة المالية التي تعيشها بعض الفرق رغم توفر المهارات وإقبال الفتيات المكثفة على ممارسة الأنشطة الرياضية صلب الجمعيات. بني تحتية تشوفوا من الملعب هذا كيفاش احنا نلعب في نص ملعب فيه ثلاثة، نص هذا فيه ثلاثة معناها أصناف دنيوات وصغريات وكبريات. تشوف الحيوط طايحة، الماديات ما فماش، الماتريال هك تشوف على عينيك، يعني كل شيء مش متوفر، ويحبوا الرياضة النسائية تتطور. جمعيات ما تلقاش كيفاش تعمل ديبلاسمون تاعها، ما تلقاش كيفاش تبات يعني لبرا، احنا ماناش ناخذ في حتى مستحقات. وحيدة عبد السلام حارسة الجمعية النسائية بقفصة كانت معهم ذات يوم قبل أن توافيها المنية بأحد الملاعب الرياضية، صورة لم تغب عن أذهان زميلاتها وعائلتها التي شجعتها على ممارسة هوايتها وتحقيق طموحها. نحب قراءة الطب الشرعي البنتي، نحب نشوفه ويعاونوني وحق بنتي ما يضيعش. نمشي نقول له انا تم الناس خلاص قالوا لنا عاملينها محامي توجي حقها وتو وما تشكوش وما تعملوش حاجات ما ثم حد شيء. هذا سمعناه كله من الجمعي، ما عند الجمعي ونحن ما عطونا حتى حل. والحال ليس بالأفضل بالقاعة الرياضية المغطاة بقفصة، حيث رصدنا آراء بعض لاعبات كرة اليد أثناء التمارين فكان ردهم التالي. الصعوبات أغلبيتها أكيد اللي يقول لك اللي هي مالية، إجمالا عملية تمويل ضئيلة وضئيلة جدا معتها مقارنة بالرياضات الأخرى. ما إن إحنا دي زيتوديونت والفاك مش عملت نفس الوقت مع الانترينمون تاعنا، دونك كما قاعد تشوفي نترينو مع الصغار مانيش لاقيين الظروف الملائمة باش نترينو كوم يلفو. صعوبات المادية إن شاء الله باش تتحل، خاطر الوزارة قاعدة تسعى ديجا باش تحل الصعوبات المادية وباش توفر المنح اللازمة لكل كل جمعية، سواء جمعية معناتها رياضية نسائية وإلا عندها اختصاص رياضي نسائي. نقص الدعم المالي وقلة الفضاءات الرياضية المهيئة وعقلية بعض الأسر مثلث يلخص أهم إشكاليات الرياضة النسائية بالجهات الداخلية رغم المراتب المشرفة التي حققتها بعض الفرق. المركب الثقافي والجامعي بقابس يشكو مشاكل على مستوى التجهيزات وبطء سير أشغال الصيانة فيه، ما شكل عائقا أمام المؤطرين والمنشطين في إقامة الملتقيات. أيمن دغسني مؤطر نادي منتزه الفنون بالمركز الثقافي الجامعي بقابس، وهو ناد يستعد هذه الأيام لتنظيم الدورة الثامنة للملتقى الوطني للشعراء الطلبة. سني تم إحياء ملتقى الشعراء وإعادة الاعتبار له بحكم ظروف المركز، القاعة العروض مغلقة
حبينا نشوفوا الفضاء الملائم أن يحتضن هذه الدورة. أيمن يعلق آمالا كبيرة على هذه الدورة ويحرص كل الحرص على إنجاحها، ويبقى هاجسه الوحيد الفضاء الذي سيحتضن هذه الدورة والذي لا يتسع لعدد كبير من الطلبة. أيمن اضطر لتنظيم هذا المهرجان الوطني بالقاعة المتعددة الاختصاصات للمركز الثقافي الجامعي، وذلك بسبب تواصل غلق قاعة العروض الكبرى بهذا المركز. فما نشاطات كانت تتعمل، تحضيرات كانت تتعمل بكل أريحية، تو ما عادش نخلطوا مثلا نعملوا ديكور، نعملوا لي ريبيتيسيون، نعملوا التيست نتاع الصون. هذا هو من الإشكاليات اللي المطروحة تو للمهرجانات. ولكن الإشكال الكبير في اللي خاص بالنشاطات نتاع المركب الثقافي الجامعي هي الدعم المادي. غلق يؤكد مدير هذا المركز بالنيابة أنه لن يتواصل طويلا، وأنه قد تم تكييف أنشطة المركز وفق وضعيته الحالية. حرصنا باش تكون الدورة خاصة المحطات الرئيسية في النشاط الثقافي تكون موجودة وفي موعدها، والإجراءات بتاع إصلاح القاعة معناها ماشية في طريقها بحول الله مع شطبطة ياسر. المركز الثقافي الجامعي بجابس الذي يعد وبشهادة العديد من الطلبة من المؤسسات الثقافية الهامة بمدينة جابس شهد هذه السنة ارتفاعا ملحوظا في ميزانيته، وهو ما سيساعد على مزيد تطوير نشاطه. نهاية النشرة مشاهدين الكرام، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في زيارة رسمية إلى المغرب، رئيس الحكومة المؤقتة يشدد على دفع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وحدات الحرس الوطني بالكاف تحجز 10 شاحنات محملة بكميات كبيرة من البنزين المهرب. أهالي معتمدية جلمة ينفذون وقفة احتجاجية ضد العنف والتخريب على خلفية الأحداث الأخيرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.